عليكم. انا بنطال محمد زيد، انا فتندود ترقى امغران ورزازات. جيت لهنا من 51، من 51 جيت لهنا وشديت البلاد، شريت البلاد. جيتي لبوزنيقة؟ بوزنيقة، جيت لبوزنيقة. شريت البلاد دوال العطايا، دوال العطايا شريت فيه البلاد بلا لا جوج تيترات، شريت في 14500، شريت في 9702. ولدي المختار شرا معايا في 14500، جوج كتارات ونص. بلاد شيع؟ شيع، كل شيع، هذيك شيع هذيك شيع. نهار اللي بغا يزيد في الحانوت جا سلام 87. شكون هاد سلام؟ كنا هنا سلام. كونونير؟ كنا هنا سلام، كان في الرباط حدا البحر. مريفي؟ مريفي. جا بن سليمان جا عندي قال لي يا سيدي شوف لي الولد يبيع لي واحد كتار. علاش جا بن سليمان؟ واش خدم في بن سليمان؟ ايوا خدم عامين في بن سليمان. عاد خد لانتريت. خد لانتريت. قال لي سيدي اللي بغيتي نديرها معاك انا موجود معاك. عيطنا الدري باع لي كتار، انا اللي بعته. علاخ انا اللي شريته، درته بسميته. بعنا لي كتار، قال لك بغيت نبني الكوري، بغيت نكون معاكم الجيران هنا من هنا من هيه. بعنا لي كتار، مازال ما شاش البلاد هذيك الساعة، مازال ما عندوش البلاد. بعنا لي كتار. اش من عام هذا؟ تما كيفاش بقيت القضية؟ واش الثمانينات، التسعينات؟ سبعة وثمانينات. 87؟ 87. زيد؟ بعنا لي كتار للسيد بجوج مليون. ما بقى عند الدري كتار ونص. انا عندي جوج ديالي بوحدهم. فبالي ما كان 15 يوم مشات دار الورقه، هذيك الورقه اللي بعنا ليه صوب كوتر اخرى، صوب عليها بحالها بحالها، زورها زورها، كلشي سميت تماك وكلشي على خير. هذاك الشيء اللي كان في هذيك، كان 15 يوم مشيت انا للمحافظه. قلت سيدي البلاد راه ما بقات عندها، راه جا سلم. دابا زور ذاك العقد العرفي ودخلوا للمحافظه، دخلوا مقطع وحده. هذه هي الورقه ديال التزوير، هي دي ديال اللي دخلوا مقطع وحده. كان 15 بين هذيك وهذيك 15 يوم. جيت من المحافظة، جنا الناس من المحافظة قالوا هذه البلاد ديالي. هذه الحاجة هي الوثيقة، هي الورقة، هي هذه. هذه اللي هذه دارت لها خبرة. دارت لها خبرة هذه. وتبتات بأن كاين زوير. أي الخبرة. دارت لها خبرة من الدرك الملكي. هذا الحجز التحفظي. هذا دارت لها خبرة. درت لي معايا الخبره. هذه ديال السيد الوكيل الملك كيقول بان فيها بان الملف راه تحال على القضاء من اجل اثبات التزوير. نعم. والخبره كتقول بان فعلا راه كاين التزوير. كاين التزوير. زيد الحاج هي من بعد جينا الناس من المحافظه من العماله ديال بن سليمان، يلا بدات العماله في بن سليمان، يلا بدات. جاوا لهنا للبلديه، عيطوا للكاتب العام. البلديه ديال بوزنيقه. ديال الكاتب قال لي جيب لنا الدوسي ديال المختار. جاب لهم الدوسي، واحد فيه كتار مسينية بعنا ليه. هذيك صحيحة؟ هي صحيحة. كتار ونص ما كاينش كاع في البلدية. ما كاينش في البلدية. هو في السجل ديال البلدية. نعم في السجل ديال ما ديال تصحيح الإمضاءات ياك سي. اي اي هذه هي الخبرة الخطية ديال المرجع الإرسال ديال الدرك الملكي، راه هي فعلا وثيقة المقارنة، راه هي هذه ديال الخبرة. هي الخبره ديال الدرك الملكي. ايه كتب كيثبت الدرك الملكي بان كاين هناك تزوير. هناك تزوير وهناك اليمين. انا عيطوا للجدرميه ديال بوزنيقه ومشوا معاهم البلديه. عيطوا للكاتب العام قال لي جيب لنا الدوسي ديال المختار. جابوا الدوسي لقاو الورقه ديال الكتار سيني كاينه. كاينه صحيحه. ما كناش كاينه، قلناها لهم. كتار ونص ما كاينش. قال احنا بعنا لك الكتار ماشي بعنا لك جوج. لكن قالوا اوراق هما اللي تيهضروا. قالوا اوراق هما اللي تيهضروا. ايوا هي خاصها تكون في البلديه.
خصها تكون في البلدية، ماشي تمشي للمحافظة تشطبنا فيها نتحيدني أنا. راه التحليل أستاذ ديال النيت راك هو كيقول الكلام اللي كيدير كل حاجة، بأن راه في البلدية في الجامعة هي كاينة إلا 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 درتوها هي الوثيقة تحت التحليل. أهو شنو كيقول طه؟ التحليل راه تيقول قبل الشروع في مقارنة الإمضاء الوارد في العقد وفي سجل تصحيح الإمضاءات موضوع النزاع مع النماذج الصادرة عن المسمى بن الطالب المختار، تمت معاينة أولية لمحتوى هذا العقد فاتضح ما يلي: تاريخ تحرير العقد 25 مايو 1987، جاء بعد تاريخ تصحيح الإمضاء الوارد في سجل 15 مايو 1987، البيانات المتعلقة بالرقم الترتيبي 307 الواردة في سجل تصحيح الإمضاءات تتعلق بعد شراء عقار وليس عقد بيع. طابع تصحيح الإمضاءات الوارد ظهر العقد لا يحتوي على أي رقم تسلسلي. هذا من جهة، وأنا فهمت بأن أنه وجب وثيقة دار فيها عقد بيع. إيه؟ ولكن هو اللي كاين في السجل ديال البلدية كاين عقد شراء عقار. عقار. هنا كيتضح بأن هذاك الرقم اللي محطوط بهذيك يعني ذاك الوثيقة ما عندهاش الأصل. ما عندهاش الأصل. وبها باش دخل المحافظة. وبها باش دا الأرض ديال هذا اللي كاين واضح، هذا موضوع واضح حاليا. واخا ومن بعد الحاجة مشيتوا للمحكمة لا؟ ها؟ ومن بعد؟ أراليا مشينا جاو هذاك الناس داروا هكا مشينا. مشى هو جاب القروة قريب الدار. الدار فيه جوج طاجات. وجوج كوارا ريبهم في الليل ماشي بالنهار، وجابوا الكميات ديالهم. انا مشيت عند الدري مريض مات ومشيت عند الرشاديه ومشيت تماك، جاب العسكر وهذوك ريبوا الدار وتيسر جاب في الكميات يدوا للواد تيكب حيت كلشي الدار والكوارا في البلاد ديالي انا. خلي ديال المختار، ديال المختار ها هي مختار ولدك. ايه انا اللي شريتها وانا اللي خلصتها انا، ولكن درتها بسميتو. ما انا لا عندي جوج كترونس بعنا كتر بقى كترونس بقى. انا عندي جوج جونس شريتهم وفيهم هذا الدار بين ولدي وهو فتيتر. جاب القروه ديالو ريب كلشي، قال لك جاب الحكم من المحكمه باش يريب كلشي. واخا انت ما درتيش دعوه في المحكمه؟ درناها ما كان حتى حاجه، سير اليوم سير غدا سير اليوم سير غدا. عدات المحاكم وحتى هادشي من 87 وحتى القضيه ديال سميتو ديال التزوير انها لم ما خدات حتى شي مجرى، خدات حتى شي مجرى في القضيه. اليوم الى هذا شحال من عام، شحال من عام وهاد القضيه ديال التزوير في المحكمه؟ من 87 لدابا. راه تم التقرير ديال الدرك الملكي المختبر الشرطه التقنيه. عايز هنا الجدرمية طلعت انا العربية عندهم، قال لك راه تخليه جاب سلام راه بغى يريب الدار ديالو يريب وش الشيء ما بغاش يخلي الدار ولا الكرة البلاد ديالو. قلت له البلاد ديالي ماشي ديالي. قال لك هاك واقيلا شي اللي سمحتي دابا هذاك كونونير متقاعد ولا باقي خدام؟ لا ديك الساعة ديك الساعة كان باقي خدام. ها؟ ديك الساعة لا حتى خرج من الخدمة. لا في 87 خرج من الخدمة؟ هي خرج من الخدمة. تيجيب وسر راسو رجلين باش خلينا يشري البلاد، تيجيو العربية يبيع لي البلاد تنقول لهم انا ما نشريش بارك عليا عندي البلاد ديالي بارك عليا بيعوا السلام. انا كنت الراجل هذا بيعوا السلام، هما تيبيعوا السلام. شوية طاح على واحد الحاجة أخرى، ولات يعيط للدراري ديال العسكر بدا يدخلهم. فين كيدخلهم؟ وتاخذ البلاد. فين كيدخلهم؟ يدخل من العسكر. كيدخلهم العسكر. يبغى يدخل يخدمهم. تعطوا له البلاد تيخدمهم. يخدمهم مقابل البلاد. يخدمهم صيفطهم للخدمه وكيعطيوه البلاد ديالهم. كتار ولا نص كتار ولا اللي تيدير معاهم. قال الوالد خلاو لهم البلاد، حتى واحد ما عرف البلاد واش بقاو هنا في البلاد. اللي ماتوا الوالدين ديالهم مشى لهم قال له البلاد ديالي باع لهم باكو 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 باكو. دعوا معاه لقاو الكاغد بان هو اللي باقي باهم باع باهم، ما بقى الدراري ما يقولوا ما بقاش عندهم ما يقولوا. وفعلا كانوا كيبيعوا. ايه باع باهم هو اللي دخل ولادو العسكر. كان كيتنازل ليه. ايه وتدير سميتو، ولكن البلاد